أضحك الطلاب وأضحك الأستاذ، حتى دخل مدرس العقيدة فضحك الطلاب على العقيدة. قال لماذا تضحك؟ لماذا الضحك؟ قال إن هذا يعني صنع وكذا وكذا. قال هذا الطالب أحسن طالب في المدرسة. قالوا لماذا؟ قال استطاع أن يتكلم بنصف كلمة وتكلم بأول سورة الفاتحة. أضحك أنت عليهم. يقول هذا الطالب الآن، يقول أنا الآن دكتور، أتكلم في الإذاعة وأتكلم في المحاضرات وأتكلم في كذا، والله سبحانه وتعالى يقول سخر لي هذا الأستاذ أنه كان سبب في أن أتكلم بعد هذا. فأنا الآن يقول عندما أصلي وأدعو لنفسي لا أنسى هذا الأستاذ. فنحن الآن يا أخي الآن هيئ لك الأمر أنك تأتي وتسمع وتتكلم وتتناقش وتتذاكر، فما الذي يمنعك؟ غدا تخرج إلى الدعوة ما تستطيع تتكلم، تكلم الآن هنا، إذا أخطأت نرد عليك ولا إشكال، صح؟ كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقلنا المؤمن مرآة أخيه، ليس بعيب أن يخطئ الأستاذ وأرد عليه وأبين له الخطأ، لكن العيب أني أسكت، العيب أني آتي أمام الملأ وأفضح فلان وأقول والله صنع كذا وكذا، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعط طاعة. إخواننا، يعني نريد أن يتغير الحال، هذا اللي ذكرنا لكم، تغير بإذن الله، تستعين بالله وتكتب وتحفظ وتراجع. نريد الكل يعني يتقدم ويشارك، بخاصة الذين في الخلف. طيب، جزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى الاستجابة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في أعمالكم على طاعته، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.